جديد الوضع الوبائي في المغرب، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 123 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وذلك خلال 24 ساعة الماضية. كما تم تسجيل 9041 حالة إصابة جديدة مقابل تعافي 8589 شخصا. وفيما يتعلق بحملة التلقيح الوطنية، تجاوز عدد الملقحين بالحقنة الأولى 16,740,000 شخص، فيما فاق عدد الملقحين بالحقنة الثانية 11,980,000 شخص.